هيركليز وزينة من المسلسلات الأسطورية، ارتبط به أبناء جيل التسعينيات بشكل كبير. أحداث المسلسل كانت مليئة بالمغامرة والأكشن. بعد مرور سنوات طويلة تغيرت ملامح أبطال العمل. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل عن أبطال العمل. المسلسل الأمريكي هرقل والرحلات الأسطورية واحد من أشهر المسلسلات الأجنبية في فترة التسعينيات، ارتبط به أبناء هذا الجيل بشكل كبير. عرف المسلسل وحقق شهرة كبيرة باسم هيركليز وزينة. العرض الأول للمسلسل الأمريكي على شاشة التلفزيون كان عام 1995، وتم عرضه على 4 مواسم متتالية، وتوقف صناعه عن تقديم أي أجزاء جديدة رسمياً منذ عام 1999. على مدار 3 أجزاء قدم أبطال العمل رحلات مليئة بالإثارة والأكشن والمغامرات، وجذبت هذه الأحداث جيل الشباب في هذا الوقت. من أبرز مميزات هذا العمل وقت عرضه أنه لم يكن هناك قنوات فضائية أو إنترنت يصل لفئة محدودة، لكن كان يتم عرض حلقات المسلسل عبر التلفزيون المصري على القناة الثانية، وكان يعرض في توقيت الساعة 6 مساءً. قام ببطولة العمل الممثل الأمريكي كيفن سوربو، وكان في وقتها بعمر الشباب واعتمد على لوك ظهر فيه بشعر طويل وقوام رشيق وممشوق، لكنه الآن تجاوز عمره 60 عاماً، ورغم اعتماده لوك الشعر الطويل حتى الآن لكنه أصبح خفيفاً وبه عدد شيب ملحوظ. قامت بدور البطولة أمام كيفن الفنانة لوسي لوليس، وتألقت بدور زينة، وكانت في فترة عرض العمل فتاة شابة خطفت قلوب العديد من الشباب متابعي العمل وأصبحت فتاة أحلامهم. بعد مرور ما يقرب من 30 عاماً فقدت لوسي الكثير من الوزن وأصبحت أكثر نحافة، وظهرت على بشرتها التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، ومؤخراً أصبحت تفضل تغيير لون شعرها، وظهرت خلال السنوات الماضية بشعر أصفر مميز.